أعلنت ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 123,016 حالة، والوفيات إلى 2799 حالة. وأشار معهد روبرت كوخ في ألمانيا إلى ارتفاع في عدد الإصابات خلال 24 ساعة الماضية بواقع 2537 حالة، معتبرا أنها زيادة بمعدل أقل من الزيادة المسجلة في الإصابات أمس الأحد بواقع 2821 حالة. كان وزير الصحة الألماني يانس شبان قال في وقت سابق إن هناك إمكانية لاتخاذ خطوات على حذر للتخفيف من القيود على الحياة العامة وإجراءات الحظر، وذلك بعد عيد الفصح. وللمزيد ينضم إلينا أيضا عبر سكايب من برلين مراسل إكسترا نيوز عربي مرزوق. بعد التحية لك عربي، إذا يعني أيضا الحديث يدور حول هذه الفكرة، فكرة تخفيف القيود المفروضة على الشعب الألماني في حركاته، في عمله، يمكن في تنقلاته بعض الشيء. إلى ما ترجع هذا؟ أهلا بك شادي. في البداية الحقيقة قبل ساعتين النهاردة ليوبولدينا أو الأكاديمية الوطنية للعلوم هنا في ألمانيا أعلنت التقرير اللي كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحكومة كلها هنا في ألمانيا منتظرة علشان تاخد قرار يوم الأربعاء الجاي بتخفيف الإجراءات الاحترازية ولا لا. الحكومة هنا كلها كانت منتظرة التقرير. التقرير طلع قبل ساعتين، تقرير مكون من 19 صفحة. الأكاديمية هي الأكاديمية الوحيدة اللي موجودة في ألمانيا اللي بتعتمد عليها المستشارية هنا في ألمانيا إنها تاخد منها المعلومات اللي بناءً عليه هتنفذ أي قرار خاص بالوباء أو أي وباء آخر بشكل عام. التقرير طلع، إحنا ممكن نذكر الخطوط العريضة للتقرير لأنه تقرير مطول. الحقيقة الأكاديمية أوصت الحكومة الألمانية على سبيل المثال بواحد عودة الحياة التدريجية لمؤسسات زي المدارس الابتدائية والثانوية لكن في ظل ظروف معينة بيقصدوا بها النظافة والتباعد. الأكاديمية قالت في تقريرها للحكومة على كل فصل في المدارس الابتدائية أو حتى في الثانوية أو أي مدرسة في ألمانيا لازم ما يزيدش عن 15 تلميذ موجودين في الفصل. ثاني حاجة، ممكن نفتح المتاجر والمؤسسات الحكومية مع تأكيد أيضا على إجراءات النظافة والتباعد، على شرط ان المستشفيات اللي تكون في المحيط بتاع المؤسسات الحكوميه او المتاجر التجزئه على سبيل المثال او السنترات، المستشفيات يكون في عدد اسره معقول يقدر يستوعب اي اصابات جديده. ثالث حاجه، لاول مره في المانيا المؤسسه الاكاديميه بتنصح الحكومه ان يجب فرض الماسكات او الكمامات في المواصلات العامه وفي السوبر ماركتات وفي المؤسسات الحكوميه في حال تخفيف الاجراءات الاحترازيه بدايه من يوم 20 ابريل. في كمان اخر حاجه، الاكاديميه العلميه اوصت الحكومه الالمانيه بتطبيق جديد، ابلكيشن تطبيق جديد، تطبيق الكتروني ينزل على الموبايل بهدف كانذار مبكر للتنبؤ باي حالات جديده ونستخدمه كقاعده بيانات للوباء في المستقبل. التقرير في الحقيقه تقرير كبير جدا مكون من 19 صفحه. البنود بالتفصيل الحكومه هتناقشها بكره، ميركل هتقعد بكره، المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل هتقعد بكره مع وزرائها هنا في برلين، وبعد بكره المستشاره هتقعد مع رؤساء وزراء المقاطعات في المانيا عشان يتخذوا التدابير الجديده بناء على تقرير الاكاديميه. وهذه التدابير الجديده التي تتحدث عنها عربي فيما يتعلق بالاقاليم الالمانيه، هل يمكن ان نطبقها بشكل شامل على كل الاقاليم ام هناك اقاليم توجد بها نسب اصابه عاليه فهذه التدابير لن تتخذ في هذا التاريخ الذي ذكرته وهو 20 من ابريل؟ يعني هل سيعمم هذا ام كل حاله من الاقاليم على حده؟ في الحقيقه التقرير طالع من الاكاديميه الوطنيه، التقرير طالع لكل المقاطعات في المانيا، ولكن لازم نفرق طبعا ان في مقاطعات زي مقاطعه بايرن عدد الاصابات فيها مرتفع جدا وصل ل 24,000 اصابه، مقاطعه فيستفالن كمان هي ثاني مقاطعه في المانيا عدد الاصابات فيها كمان تقريبا 28,000 اصابه، في تفرقه هتتم. كمان التقرير اوصى ان لازم يتم توزيع كل اجهزه التنفس الصناعي او سيارات الاعلان المركزه اللي موجوده في المانيا على كل المقاطعات، خاصة المقاطعات اللي فيها نسبة إصابات عالية، فهيتم التأخير برضه في توزيع الأجهزة على المقاطعات حسب عدد الإصابات. طيب أخيرا، يعني القطاع الطبي الآن في ألمانيا هل ظهرت أي مشكلات من أي نوع فيما يتعلق بنقص في أي شيء؟ في الحقيقة لسه ألمانيا بتعاني شوية من نقص الكمامات وملابس الوقاية وملابس الوقاية الطبية، وعشان كده طلع وزير الصحة أمس امبارح بالليل قال
ان احنا هنعمل عقود طويله الامد مع اي شركه جديده او حتى شركه قديمه هتعمل خط انتاج لكنونات او قفازات مطاطيه او مطهرات. كمان شركه بي ام دبليو عملاق السيارات طبعا عارفين كلنا في العالم اعلنت ان هي هتعمل خط انتاج جديد للكنونات بانتاج 100,000 كنونه يوميا. الوضع وكمان المانيا رفعت الحقيقه سعره العنايه المركزه من 28 ل 40,000 سعر عنايه مركزه، وده رقم كبير جدا جدا قدرت المانيا تعمله خلال شهر. 12,000 سعر عنايه مركزه خلال فتره قصيره ده كان رقم كبير جدا الحقيقه. شكرا لك على هذه المعلومات. عربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز كنت معنا من العاصمه الالمانيه برلين.